سما بيروت مشروع ضخم وهو قطعة من الجنة كما عبر السيد فادي أنطونيوس عن هالمبنى العصري لأكبر برج بلبنان. برعاية وحضور معالي وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود أطلق سما بيروت، المشروع المميز يلي رح يكون معلم من معالم العاصمة اللبنانية، وخاصة بفضل موقعه بمنطقة السوديكو بقلب الأشرفية يلي هي على مسافة دقائق قليلة من وسط بيروت. أطلق مشروع سما بيروت من خلال حفل عشاء بأوتيل الفينيسيا بمطعم الأودوفي، وأيضا بحضور معالي وزير السياحة المحامي إلي ماروني ورئيس بلدية بيروت الأستاذ عبد المنعم العريس وعدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين. معنا مسيو فادي أنطونيوس صاحب مشروع سما بيروت. مسيو فادي، بدنا نقول لكم أول شيء مبروك على هيك مشروع مهم رح يصير بلبنان وبلشتوا فيه. خبرنا شوي عن الإيفنت الليلي وعن فكرة سما بيروت. والله بلش بفكرة سما بيروت بالأول. سما بيروت نحن عايشين برات لبنان وحبين نرجع لبنان ونكون عم نجدد شيء للبنان بعد ما بلش يطبقوه بلبنان. برج عالي فكرة كتير حلوة، أولا لأنه البنايات ببيروت إذا بتلاحظي كلها قريبة لبعضها. توفقنا بأرض كبيرة وموقع كتير حلو، وقلنا بلا ما نعبيها بس بنايات صف حد بعضهم، من الافضل انه نخلي جنينه حول هالبنايه وتكون بنايه مميزه. رح يطلع لنا اكثر من 4000 متر مربع جنينات وخضار ونايس لاندسكيبينج. نتامل انه بتكون شيء مميز للمنطقه اللي نحن عم نعمر هالمشروع فيها اللي هي منطقه السوديكو والاشرفيه. كل شيء بيفرجي حضاره لبنانيه، بيفرجي جمال لبناني، بيفرجي العطاء اللبناني والابداع اللبناني، هيدا بيعزز لنا موقعنا السياحي بين دول العالم وبيأكد نظريتنا اللي دايما بتقول انه لبنان رائد بالسياحه بالشرق الاوسط. بدانا بالمشروع، بدانا بالحفر وبرنامجنا انه 3 سنين. كل المشاريع يلي بتخلي لبنان يطلع لفوق هي مشاريع منيحة، وكل ما بنطلع صوب للأحسن كل ما أحسن، بس أكيد هيدا كله لازم يراعي كمان شروط بيئية. وشعوري ومعلوماتي انه هيدا المشروع يراعي الشروط البيئية ويراعي موضوع السير، وهيدي كلها انه اي مشروع بيكون جزء من محيطه بيكون مشروع ناجح، واي مشروع بيجي على محيطه كأنه يعني مرفوض من مطرح ما هو، او مرفوض من الجو اللي هو فيه، او مرفوض من اللي الناس بتحب تشوفه، ما بيكون ناجح حتى لو انبنى. مشروع بيهدف الى انه يطلع ببيروت من الارض الى السماء ان شاء الله، عشان هيك اسمه سما بيروت.